إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. هل يصح أن أصوم يوم الجمعة فقط لسداد أيام قضاء من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يصح قضاء ما عليك من أيام رمضان في يوم الجمعة، فالنهي عن صوم يوم الجمعة منفردا نهي تنزيه عن التنفل المطلق فيه بالصوم. يعني ايه نهي تنزيه؟ يعني انه ليس حراما، ولم يكن نهي حتى كراهة التحريم، وانما قال الاولى الا تفرده بالصيام. يعني ما خليش يوم الجمعة وحده صيام، ولكن اذا صمنا فيه الصوم يكون صحيحا. نعم الصوم يكون صحيحا. يبقى اذا كان يوم صوم يوم الجمعة قضاء لصوم واجب كصوم رمضان، فالصوم فيه حينئذ يكون جائزا شرعا ولا حرج فيه ولا كراهة. والله أعلم. آمن إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.